الاهلي وبرنامج 7 دي سبورت. الله يخليك يا عبد الرحمن وبالتوفيق يا حبيبي، ودايما تبقى ضيافه مميزه كده يا رب دايما. ربنا يخليك يا كابتن، انت عارف انت وش السعد عليا دايما يعني. مش عارف ابدا معاك منين يا كابتن، لان جمهور الاهلي عاوز يسمع منك حاجات كتير، لكن خليني ابدا واقول لك مبروك على النجم ال 11 في الاول. الحمد لله رب العالمين، يعني تعب منظومه كامله من مجلس الاداره للدرجه الابتدائيه للعيبه للجهاز الفني جمهور بالتاكيد كل الناس يعني. طيب مشوار البطوله ده ما كانش سهل، لكن ايه اكبر الصعوبات في النسخه دي من وجهه نظرك كابتن سيد؟ والله بس كل المباريات وكل المراحل بتبقى فيها صعوبات، يعني اعتقد من بدايتها خالص، من يوم ما خدنا سفر من شهر 10 اكتوبر اللي فات ده واحنا بنلعب الاتحاد المنستيري، حتى اختيارنا او القرعه بتاعتنا مع نادي عنده جماهيريه عنده شعبيه في تونس، وكان خاتم موسم كويس قوي في تونس هناك، كان طلع الثاني بعد الترجي، لحتى خد تقريبا ثلث ساعه اللي قبلها كان ممكن يبقى هو اللي محقق اللقب. فمن المحطه الاولى كانت الدنيا مش سهله ابدا، البطولات الكبيره والبطولات الافريقيه دايما بتتاخد على مراحل، عدي المراحل الاولى وبعدين تبص في المرحله الثانيه. دوري المجموعات كان صعب جدا بالنسبه لنا، راح وجه كذا مره، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين بعقليه اللعيبه وشخصياتهم وطريقه تفكيرهم واسلوبهم في التعامل مع المواقف الحمد لله كانوا نجحوا. الحمد لله دايما يا كابتن. كان ليك نظره كده في المطار، تداولاتها السوشيال ميديا بشكل واسع قوي، ازاي بتتعامل مع فكره انك تلاقي حد بيشجع نادي منافس ليك من دوله تانية بعلم نادي منافس؟ بتشوف ده ازاي؟ وشفت وتعاملت مع الموقف ده ازاي مع اللعيبه كمان؟ هو كان بيستقبلكم في المطار تقريبا يعني. والله بص، يعني في مراحل برضو في الحياه كده او في اهداف في الحياه بتبقى مهم جدا انك محددها، يعني تحديدا في اللقطه دي او في المرحله دي او في الايام دي او في الظروف، انت ما بتبقاش شايف خالص غير ال 90 دقيقه، كل اللي يناسب 90 دقيقه، كل اللي حوالين ال 90 دقيقه بتفكر فيه. ممكن يحصل حاجه بقى صغيره، حاجه كبيره شويه حوالين الموضوع ده، مش عايز اقف عندها كتير، لان هي في النهايه ال 90 دقيقه بتساوي بطوله بتساوي تاريخ. هنفضل نتكلم على البطوله واللقب سنين طويله، محدش هيفتكر التفاصيل دي، رغم التفاصيل دي ممكن تاثر بالايجاب او السلب يعني. انا شايفها اثرت بالايجاب يا كابتن بصراحه، يعني كانت حافز للفرقه كمان. الحمد لله رب العالمين، بس برضو على فكره يعني انا بقول ان لو هتقول بقى يعني حاجه اللي ادتنا البطوله، اقول ان الجون اللي دخل فينا في الدقيقه 84 كيفيه التعامل فيه معاه او كيفيه التعامل مع الهدف ده، كيفية إدارة الموضوع بعد المباراة مباشرة اللي كانت في استاد القاهرة، الكلام اللي اتقال مع اللعيبة في أوضة اللبس بعد اللقاء على طول، كان في حالة إحباط شديدة جدا، يعني مش إحباط أو تشكيك في قدرات اللعيبة أو المباراة الثانية قد توقيت الهدف. فكان مهم سريعا قوي إن أنت ترفع راسك وتبين للعيبة إن إحنا كسبانين مش خسرانين، وإن إحنا رايحين هناك إحنا المتقدمين، وان احنا نتعامل مع اجواء صعبه شويه هناك، فمهم قوي ان انت تنسى اللقاء حتى لو كنا كسبنا 2-0 على فكره. فانا اشوف ان اللقاء بدا من الدقيقه دي، او الاستعداد بدا من الدقيقه دي تحديدا يعني. حتى الجمهور بتاع الوداد نفسه لما ولع مره واحده شماريخ كتير والاستاد مره واحده اتعبق كده، انا حسيت ان ده موقف يعني ده نقطه تحول في الماتش، اللعيبه اتحفزت اكتر، الهدوء ده اثر على اللعيبه بشكل كبير جدا، حسيت ان دي هي نقطه التحول الراسيه، الهدف والمره واحده الاحتفال بتاع جماهير الوداد اللي ما كانش مبرر الحقيقه يعني. وبرضه ارجع اقول لك يعني خلي بالك يعني الحقيقه برضه بين الشوطين يعني كنا مهم قوي قوي يوصل للعيبه ان احنا عايزين نلعب كره. الشوط الاولاني لكن تكون ما لعبناش 22 دقيقه 23 دقيقه من عمر 45 دقيقه. طبعا المباراه كلها تضييع في الوقت، المباراه كلها عصبيه شويه، المباراه كلها شد وجذب، المباراه كلها فاولات، المباراه كلها بتوقف، الحكم حتى يعني مش عايز اقول ان فيه اخطاء في ال 18 او في الحاجات اللي هي ممكن يبقى تعدل من النتيجه او تغيرها، لكن السيطره على اللقاء ما كانتش موجوده. فكان مهم ان احنا انت بتتكلم على لقب فاضل له 45 دقيقه، يعني العب لعبنا والعب كورتنا عشان نكسبه، فكان مهم ان اللعيبه تخش المباراه بشكل هادي، ولما جبنا الجول يعني خلاص ماشي يا عم، خلاص انت بتعرف تعمل ده واحنا برضه بنعرف نعمله، لكن احنا عايزين نلعب. ايه اطلعي بسرعه. الو تمام، حاولوا تجيبوا كابتن سيد تاني يا جماعه، تقريبا خط قطع. يعني الكلام اللي بيقوله كابتن سيد مهم جدا، انا شايف ان فعلا نقط التحول في المباراه دي كان